الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس المؤمن المهيمن السلام، الذي لا تأخذه سنة ولا ينام. نحمده سبحانه وتعالى أن هدانا للإسلام، ونشكره جل وعلا أن جعلنا من أمة من بعث رحمة للأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دعانا إلى دار السلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، الذي جعله الله تبارك وتعالى للرسالات السماوية مسك الختام، فاللهم صل عليه وعلى آله الطاهرين الكرام وصحبه البررة الأعلام. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فبتقوى الله ينصر الله تبارك وتعالى المسلمين ويمكنهم في الأرض. قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم نصرا. واعلموا أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعله خليفة له في الأرض، ولكن بشرط الإصلاح وعدم الإفساد فيها. قال جل ذكره: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ في إشارة أن من يفسد في الأرض بأي نوع من أنواع الإفساد، خصوصاً إذا كان إفساداً بقتل الأنفس، فإنه لا يكون لهذا الإنسان صلاحية ولا أهلية لخلافة الله تبارك وتعالى في الأرض. ولذا وعد الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أن الأرض تكون لمن يصلح فيها ولا يفسد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أما المفسدون فيها بأي نوع من أنواع الإفساد، فإنهم لا صلاحية لهم ولا أهلية لهم في وراثة الأرض، ومآلهم إلى الزوال والإضمحلال. وبهذا جاءت حضارة الإسلام، وأمر الله تبارك وتعالى الإنسان عموما بأن يعمر هذه الأرض وأن لا يفسد فيها. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها. ولقد جسدت الحضارة الإسلامية هذه المعاني لخلافة الله تبارك وتعالى في الأرض بالإصلاح وعدم الإفساد، فكان من قوانين الحرب في الإسلام، وإن كانت الحروب مظنة الإفساد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بألا يهدموا بناءً، وألا يحرقوا، وألا يقتلوا النساء والأطفال والشيوخ والعزل إلى غير ذلك. وبهذا مكن الله تبارك وتعالى للصحابة الكرام، وزالت كل الحضارات التي كانت مبنية على التجبر والتكبر والإفساد في الأرض في مدة لم تتجاوز 30 سنة.
ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم مبالغاً عندما أرشد معاشر أمته إلى إعمار الأرض ولو قامت الساعة، فقال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، مع أنه لا احتياج لهذه الفسيلة متى تنبت ومتى تورق ومتى تثمر ليستفيد منها أي إنسان أو أي مخلوق من مخلوقات الله تعالى، لأن الساعة قد قامت، ولكن في إشارة إلى أن حضارة الإسلام مبنية على عمارة الأرض وعدم الإفساد فيها. عباد الله، لقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن أمة خرقت هذه القاعدة، أمة من الأمم خلق الله تبارك وتعالى وأمرها كما أمر الإنسان بأن يكون خليفة في الأرض، صالحاً مصلحاً لا مفسدة، إلا أن هذه الأمة خرقت هذه القاعدة وراحت تفسد في الأرض فسادا، بل أن الفساد صار سيمة وعلامة لهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، نريد السلام في المنطقة الفلانية، نريد أن يفشو السلام في العالم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالحروب قالوا: إنما نحن مصلحون، ولكن ليست هذه نيتهم، قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الأمة التي خرقت قاعدة خلافة الله تبارك وتعالى في الأرض بالإصلاح وعدم الإفساد هي الأمة اليهودية التي أخبرنا الله تبارك وتعالى أنها تؤذي الأنبياء قالاً وحالاً، بل تقتل الأنبياء، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، حتى اشتكى ساداتنا الأنبياء من إيذائهم لهم مع أنهم يريدون لهم الخير ويأمرونهم بالإصلاح في الأرض وعدم الإفساد. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. عباد الله، مما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة المفسدة في الأرض في كتابه العزيز أنهم أشد الناس عداوة لأهل الإيمان، لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهم لا يريدون الخير للإسلام ولا لأهل الإيمان، ولذلك جسدوا كل معاني الإفساد في الأرض، فلا يريدون سلاما لأحد خصوصا لأهل الإسلام وأهل الإيمان. مع ذلك أخبرنا الله في كتابه العزيز وفضحهم بأنهم يخافوننا أكثر من خوفهم لله تبارك وتعالى، مع أنهم أشد عداوة لنا إلا أنهم يرهبوننا أكثر من رهبتهم لله تبارك وتعالى، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، وحالهم أنهم يختبئون حول المواثيق والعهود الزائفة، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وحقيقة أخرى أخبرنا الله تبارك وتعالى بها في كتابه العزيز عن هذه الأمة المفسدة أنهم يخونون المواثيق ويخادعون الله والذين آمنوا، وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، حقيقة أخرى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، حتى فيما بينهم عداوة وبغضاء ألقاها الله تبارك وتعالى فيما بينهم،
إلا أنهم لا يظهرون تلك العداوة، العداوة والبغضاء التي ألقاها الله تبارك وتعالى في قلوبهم إلى يوم القيامة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وفي آية أخرى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ومن مظاهر إفسادهم في الأرض أنهم يثيرون دائما الحروب، عادتهم أنهم يثيرون دائما الحروب، يشعلون الحروب في كل مكان وفي كل زمان، لأنهم مفسدون. وهذا المفسد هو الذي دائما يسعى في أن تقوم الحروب ما بين الناس حتى لا يعيش العالم في سلام، هذا حالهم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ولكن التاريخ يشهد، والله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه أنه هو من يتولى إطفاء هذه الحروب. كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله. وسبب إيقادهم للحروب هو الإفساد في الأرض كما ذكرنا، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. كلما أوقدوا نارا، في آية أخرى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فغايتهم من إيقاد الحروب ليست سليمة أو لأجل سلام أو لأن يعيش العالم في سلام، وإنما هو من أجل الإفساد في الأرض، على عكس الحروب في الفتوحات الإسلامية، جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتنقذ الناس مما كانوا فيه من التجبر والتكبر وأخذ حقوقهم وسلب أعراضهم وأموالهم إلى غير ذلك. وهذا ما يجسده قول الصحابي الجليل سيدنا ربعي بن عامر عندما خرجوا إلى بلاد فارس، سأله أحد قادتهم: لماذا جئتم؟ قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كل هذا مكر وخداع ممن يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولكن مكر الله تبارك وتعالى أكبر من مكرهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وكيد الله تبارك وتعالى لهم أكثر من كيدهم لنا، وسيكون في كيدهم تدمير لهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، له وحده العظمة والعزة والكبرياء. نحمده سبحانه وتعالى نهانا عن التمسك بأسباب العداوة والبغضاء، ونشكره أن جعلنا من أمة خاتم الرسل والأنبياء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة المجاهدين والشهداء. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي تركنا على المحجة البيضاء. فاللهم صل عليه وعلى آله الطاهرين الشرفاء وصحبه البررة الأتقياء. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، ففيها الفرج من كل كرب وهم وغم. قال جل ذكره: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واعلموا أنه من مظاهر خلافة الله تبارك وتعالى في الأرض إحياء النفس وعدم إهلاكها وعدم سفك الدماء بغير حق. ولقد أناط الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أن إحياء نفس واحدة بمثابة في الأجر والثواب بمثابة إحياء من في الأرض كلهم جميعا. من أجل ذلك
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والجزائر تحيي اليوم الوطني للمتبرعين أو للتبرع بالدم الذي يصادف 25 من هذا الشهر الجاري من كل سنة، لابد أن يجسد المسلم القادر هذا المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. فإنه بقطرة من دمك، بأن تأخذ أو تقتطع من وقتك بضعة دقائق لتتبرع ببعض من دمك، يكون فيه حياة لأحد المرضى أو أحد المسعفين أو أحد من شارف الموت، يكون في ذلك سبب لحياته ونجاته، فيكون لك من الأجر والثواب كأنك أحييت من في الأرض كلهم جميعا. فاتقوا الله عباد الله، وتأسوا بمن جاء منقذا للبشرية من الهلاك، وأكثروا من الصلاة عليه، فإن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما آمرا حكيما، تشريفا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء المميزين بعده صلى الله عليه وسلم بالرعاية والولاية والاصطفاء، ذوي القدر العلي والفخر الجلي، ساداتنا وأئمتنا وموالين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الباقين من العشرة الكرام البررة الذين كانوا ممن بايعوا نبيك تحت الشجرة، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة: طلحة الخير والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وارض اللهم عن عمي نبيك خير الناس حمزة والعباس الطاهرين المطهرين من الدنس والأرجاس، وارض اللهم عن السبطين القمرين النيرين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانتي نبي هاته الأمة الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن جدتهما خديجة الكبرى، وعن الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وعن باقي زوجات نبيك الكريم أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين خاصة الأنصار والمهاجرين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وكافة عبادك المؤمنين. اللهم احينا على محبتهم، واحشرنا يا مولانا في زمرتهم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم فرج عنا كل هم وغم، يا من بيدك مفاتيح الفرج. اللهم لا فرج إلا فرجك، اجعل لنا فرجا ومخرجا مما نحن فيه، اجعل لنا فرجا ومخرجا مما نحن فيه، اجعل لنا فرجا ومخرجا مما نحن فيه. اشف مرضانا وعاف أصحاءنا وارفع مبتلانا وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تكون لإخواننا في غزة وفلسطين معينا وناصرا. اللهم كن لهم معينا وناصرا. اللهم كن لهم معينا وناصرا. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بما يغتاظنا من رؤية لتقتيل وحرق وتهديم. اللهم عليك بالصهاينة المحتلين المعتدين، خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إننا مغلوبون فانتصر لنا. اللهم فانتصر لنا. اللهم فانتصر لنا. بارك في من وليته أمرنا، اجمع به شملنا، ووحد به كلمتنا، وادرأ به كيد الأعداء عنا، ووفقه لخدمة العباد والبلاد، وارزقه السداد والرشاد، وسائر ولاة أمور المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا واجبرنا وارزقنا واعف عنا وعافنا
اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا جعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.